مبروك مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه. ما خدناش بس غير 24 ساعه عقبال ما رجاله الاهلي وحوش الاهلي راحوا جابوا الكاس من كازابلانكا وجه هنا في استوديوهاتنا في مدينه الانتاج الاعلامي عشان يكون موجود على شاشه الاهلي احتفالا طبعا مع جماهيره العظيمه اللي هي الحقيقه يعني السبب الاول في انتصارات وامجاد النادي الاهلي على مدار سنين. هو ده الحلم، هو ده اللي بيحلم بيه ملايين الجماهير في كل انحاء افريقيا، هو ده اللي انديه كتير جدا بتسعى وبتسخر كل امكانياتها وبتخطط وبتصرف عشان تحقق اللقب الغالي ده، اهم القاب القاره الافريقيه على مستوى الانديه، كاس دوري ابطال افريقيا. هو ده اللي الاهلي شالوا ورفعوا 11 مره، منهم 3 مرات في اخر 4 مواسم. انا شخصيا شلت الكاس ده واحتفلت بيه معاكم هنا في السادسه 3 مرات اثناء وجودي مع جماهير النادي الاهلي على شاشه الاهلي المحترم. خليني اقول لحضراتكم انه الانجاز ده انجاز تاريخي، انه الانجاز ده يتخطى بكتير جدا فكره كسر الارقام القياسيه او فكره انك انت تنفرد ب 11 لقب على مستوى القاره، وده رقم الحقيقه صعب جدا على اي نادي يحققه الا النادي الاهلي. مبروك لجماهير النادي الاهلي، كاس غالي جدا في ذكرى غاليه جدا في مناسبه ما تقلش اهميه ولا غلاوه على قلوب الاهلاويه زي ما عملناها كتير. الاهلاويه يعشقون التحدي، وفي كل بطوله وفي كل لقب وفي كل كاس رفعناها عن جداره كان في مشوارها صعوبه تحديات ظروف مش متوقعه، بتبقى البطوله دي ليها طعم تاني جدا. مبروك لكل الاهلاويه، حلقه خاصه واحتفالاتنا مستمره وهتستمر معاكم على مدار الايام اللي جايه احتفالا بفوزنا وتتويجنا بواحد من اغلى الالقاب في تاريخ النادي الاهلي، لقب دوري الابطال رقم 11.